مرحبا بكم متابعي قناة كامبوس ماروك تي في بموجز أخبار الجامعات المغربية. أشرف السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم أمس الثلاثاء على حفل توقيع اتفاقية شراكة مع سيدان هاندريد كاستيل المدير العام لأورانج ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة أورانج المغرب وبينغ كوي المدير العام لشركة هواوي المغرب. أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد سعيد أمزازي يوم أمس الثلاثاء أن المغرب على استعداد لتقاسم مع البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة تجربته الرامية إلى ضمان الاستمرارية البيداغوجية في سياق الأزمة الوبائية. واستعرض السيد أمزازي الذي شارك في منتدى الإتلاف العالمي للتعليم اليونسكو والمنظم افتراضيا في إطار احتفاء الأمم المتحدة باليوم العالمي لإفريقيا تجربة المغرب الهادفة إلى رفع تحدي ضمان الاستمرارية البيداغوجية في سياق الوباء العالمي كوفيد-19. تنظم شبكة كلية الأداب والعلوم الإنسانية وكلية التعليم الأصيل اليوم الأربعاء ابتداء من الساعة 10 صباحا يوما دراسيا حول إرساء تدريس اللغات والمهارات الحياتية بشبكة كلية الأداب والعلوم الإنسانية وكلية التعليم الأصيل. الأكاديمية الملكية لعلوم ما وراء البحار ببلجيكا تعلن عن فتح باب ترشيح لمبارياتها السنوية لعلوم ما وراء البحار. تقترح اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي 7 إجراءات لتحقيق النهضة التربوية المغربية. الإجراء الأول إحداث بنية لدعم معاهد المدرسين مركز تنمية الأساتذية. الإجراء الثاني تنظيم مسار تلميذ كمستويات للتعلم. الإجراء الثالث الاستثمار بقوة في الطفولة المبكرة تبني مقاربة مندمجة للطفولة المبكرة. الإجراء الرابع تنمية تدابير دعم النجاح المدرسي. الإجراء الخامس جعل التربية على المواطنة والحس المدني في صلب المشروع التربوي. الإجراء السادس إحداث علامة الجودة للمؤسسات التعليمية. الإجراء السابع والأخير تجديد المسار الوظيفي للمدرسين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.